القضائف هذه الولاية الوادعة التي تتمتع بميزات كثيرة في الإنتاج والثروات المختلفة، وتختص ولاية القضارب بعنصر بشري متميز بتميزها في الزراعة والغذاء. من هنا جاء مشروع تعزيز مرونة المجتمعات وزيادة الأمن الغذائي عبر منظمة تنمية الأطفال بالولاية كمشروع استراتيجي يهدف لترقية مرونة المجتمعات خاصة النساء والشباب لزيادة الأمن الغذائي وتحسين إنتاج الغذاء وإمكانية الحصول عليه وتنويع أنظمته وزيادة دخل الأسر من خلال تنويع واستحداث سبل كسب العيش الجديدة لتقوية السلام الاجتماعي بالمجتمعات المحلية. بداية المشروع في العام 2015 وحتى 2017 فترة المشروع بتمويل يفوق 1,000,000 يورو، ويعتبر محور الادخار والتسليف من أهم مكونات المشروع التي تهدف لإحداث التمكين الاقتصادي للأفراد والجماعات من واقع الأهداف الرامية لزيادة دخل الأسر عبر مشروعات التمويل الأصغر التي استهدفت فيها منظمة تنمية الأطفال 300 جمعية ببلدية القضارف ومحلية القلابات الغربية، شملت أحياء الثورة، ديم سعد، الوحدة، التضامن، الصداقة، بينما شكلت 166 جمعية مجتمعات قرى والدلحوري والضعيف، الصراف، عصار وكساب. تم تكوين هذه الجمعيات وفق أسس ومعايير حددتها المنظمة، حيث تتكون الجمعية الواحدة من 25 إلى 30 عضوا يتم تدريبهم على كيفية دخول عمليات الادخار أولا، ومن ثم التسليف بمعادلة تمنح المستفيدة 3 أضعاف الاشتراك بين ليتم السداد خلال شهر واحد. شلنا سلفيات واشتغلنا بها شغل تمام، ويعني ساعدتنا كثير يعني ما شاء الله، يعني والله نشكر المنظمة شكر شديد، وإن شاء الله المرة الجاية حنكون أحسن من كده. حقق جمعية الادخار والتسليف نجاحا باهرا في هذا المحور. عندنا مثلا أنشطة مصاحبة داخل الجمعيات ساهمت وساعدت في نجاح الجمعيات أكثر منا، مشاريع مثلا في شهر رمضان، في شهر رمضان العظيم إنه الجمعيات نسوا الجمعيات كلهم جابوا عدة وزعوا على بعضهم شوات السكر، كل مستلزم في رمضان كانت تم التوزيع داخل الجمعيات، دي من الأنشطة المصاحبة عندنا وأدى نجاح الجمعيات. كذلك عندنا التكافل الاجتماعي، ما التكافل الاجتماعي ساعد كثير وخدم النساء في دعمهن لبعضهم، انه منه بيشيلوا من التكافل بده الحالات اللي تحصل داخل الجمعيه. اما التسليف لاغراض الاستثمار للفرد او المجموعه، ويتم ذلك والسداد في فتره 9 أشهر من تكوين الجمعيات، ويوجد مال موازن داخل صناديق الادخار لمقابله الظروف الاجتماعيه، كمال للتكافل يمنح للمجتمعات في حالات الوفاه، الحريق، الزواج والمرض. وبعد اكتمال عمليات تدريب الجمعيات على اللوائح وكيفية إدارة المشروعات المدرة للدخل، تم تخريج هذه الجمعيات وتوزيع الأرباح التي سجلت نجاح منقطع النظير في مشروعات تجارية ناجحة بجانب الزراعة وتربية المواشي، استفاد منها المستهدفون بشكل كبير. حسي الحمد لله جد استلفت منهم هنا 2,000,000 في جمعية الهدى، استلفت منهم 2,000,000 واستفدت منه الكثير، اشتريت منه استشوار واثنين مقصات، وان شاء الله هفتح لي محل كوفير ان شاء الله. حققت نجاحات كبيرة في الادخار والتسليف وتحريك الموال الاموال المدخرة، بل بالاضافة لكده كان هناك يعني بعض الاموال الجانبية للدعم الاجتماعي داخل المجموعات، ونفتكر ترجمت في حاجات جيدة جدا في مناسبات كبيرة زي مناسبة رمضان، تمكنوا الناس من شراء مدخلات رمضان الغذائية والمعدات، وأيضا شاركت في الحاجات الاجتماعية الأخرى سواء كان في ولادات أو الأعياد بشراء مراتب جديدة. أنا أفتكر أنه ده واحد كان من عوامل الجذب للنساء للدخول في هذه التنظيمات المختلفة لتحقيق كل هذه النجاحات. بلغ العدد الكلي للمستفيدين من مشروع الادخار والتسليب بولاية القضارف 7,854، منهم 7,556 من النساء و 298 من الرجال، كما بلغ صافي الادخار 1,408.698 جنيه. العضو بيشارك بسهم، السهم بيتكون من 5,000 أقصى حد، والتكافل في الصندوق صدقة
لله تعالى. التكافل بتكون من جنيه أو جنيهين على حسب متفق الجمعية. فالحمد لله هذه المنظمة منظمة في رعاية الأسر الفقيرة وللتنمية الاجتماعية وفيها نجاحات كبيرة إن شاء الله. تخرجت في محور الادخار والتسليف بمجتمعات القضارف 207 جمعية تسلمت أرباحها المجزية، منها 31 جمعية تخرجت لأكثر من مرة، تأكيدا على نجاح هذه الجمعيات وتحسين أوضاع الاقتصادية لمجتمعاتهم بالبلدية ومحلية القلابات الغربية. فكان متوسط قيمة القروض التي تقدم 743.47 جنيها شهريا. قروش 3 مليون، تجارة بتاع الثياب 3 مليون، عملت 9 مليون. انا مش بشيل ببيع وبسدد، فيجي بشيل زي مليون ثاني برجع بسدده. ثاني المرة الثانية شلت 2 سددتها، ثاني المرة الثانية شلت 3، الثالثة سددتها الحمد لله. هذه القرية بالجمعيات التي كونت بقرية شجيرات والتي نلنا منها حظوظ كثيرة نساء ورجال في مقضى حوجات كثيرة واستفدنا منها من مشاريع متعددة. أي إنسان في القرية من رجال ولا نساء حصل له أي ظرف من الصناديق فكله مشكلة كبيرة الحمد لله، من الزراعة يعني في ظروف مشترى حاجات في الواجبات، يعني المنظمة بالمناسبة حلت لنا مشاكل متعددة متعددة. انعكست الفائدة العظيمة لجمعيات التسليف من محور الادخار والتكافل بصورة شهد عليها أفراد ومنسوبي الجمعيات، كما في جمعية التفاؤل والتقوى وغيرها بمحلية القلابات الغربية. هي جمعية التفاؤل ما شاء الله، جمعيتنا جمعية عملت ادخار تمام واستفدنا منه في الديون، سافرنا منه وناس عملوا منه إنتاج لزراعة، زرعوا منه حصدوا الحمد لله، واستفدنا من التكافل في الحرائق وفي المرض وفي الحاجات الطارئة، والحمد لله الجمعية نتجت إنتاج تمام، ونتمنى من الله إن شاء الله تكون زيادة لفترة ثانية. المال المستفاد من عمليات التسليف والادخار أسهم بشكل كبير في المساعدة على تحسين الظروف الاقتصادية للأسر والمجتمعات المستهدفة خلال فترة المشروع التي استمرت لعامين كاملين، فخلقت قوة اقتصادية وسط النساء. اشتغلنا برانا وقدرنا برانا وقطعنا برانا وحطينا وجابلينا 3 أرباح، جينا نتيجة 1.5 مليون، وكل واحدة فيها 450، وكنا أي واحدة مساهمة ب55، المبلغ بتاعنا هسي 27 مليون. وتمثل جمعيات دلس العمدة نموذجا آخر، فهنالك التي قامت بتطوير أعمالها التجارية في الأواني المنزلية ومستلزمات الصيام خلال شهر رمضان، وأخرى تطورت أنشطتها التجارية في صناعة العطور والتوابل وفق استراتيجية جسدت مدى الاستفادة من المشروع بصورة قصوى. شريت كباب شعي، كباب جبنة، صحون، صواني، جكاكة، في عدة رمضان دي يعني سيراميس، حفاظات، كويس الحمد لله. شلت 200 جنيه واستفدت مني، بسوي شطة وبسوي حطب وبسوي ويكة، بشتغل منين. أهمنا كثير في وفيات بنديها، حرائق بنديها، مرض بنديه، ما استفدنا منه كويس والله. من الصندوق ده ذاته التكافل، تكافل. جمعية الإخوة عدد أفراد الجمعية 34 عضو، جمع الادخار 11.8 مليون، جمع التكافل 2.54 مليون. 4 جمعيات في منطقة الجنة برة بمحلية القلابات الغربية أيضا شكلت نموذجا آخر من نماذج النجاح في الادخار والتسليف والتكافل، وكذا جمعيات مماثلة بحياة التضامن، ديم سعد، الثورة، فرعية النساء الأكيدة في الاستمرار في وجودهن بالجمعيات، ويؤكد الخطة الثابتة والراسخة لتجربة الادخار والتسليف عبر منظمة تنمية الأطفال بالقضارف. جمعيات تمر بمراحل كثيرة، من ضمن النجاحات اللي احنا بنعتبرها في الجمعيات انه الجمعيات بعد ما تكمل دورتها الأولى اللي هي 9 شهور بتبدأ دورة ثانية ودورة ثالثة. في نشاطات كثيرة في الجمعيات، نشاطات صغيرة، نشاطات فردية ونشاطات جماعية.
من ضمن الحاجات برضو نحن شاهدناها في الجمعيات انه تسجيل الجمعيات في تنظيمات اصحاب مهن الانتاج الزراعي والحيواني. بعد كل هذا النجاح الكبير المنقطع النظير لمحور الادخار والتسليف، استطاعت المنظمة ربط عدد 258 من المستفيدين بالتمويل الأصغر عبر صناديق الضمان الاجتماعي والمصارف، كما قامت بتسجيل الجمعيات المتخرجة في سجلات منظمات أصحاب المهن الزراعية والرعوية. وتتويجا لهذه المرحلة أنه كان لابد من ربطها بمؤسسات التمويل المختلفة، وتمكننا أنه يكون عندنا شراكات جيدة مع التمويل الأصغر، والآن بعد تسجيله في تنظيمات العمل الزراعي والحيواني. منظمة تنمية الأطفال بالقضارف وضعت نصب أعينها بأن تظل هذه الجمعيات في عمل مستمر لتعم الفائدة ويتواصل العطاء حتى تحقق الأهداف الكلية في تعزيز مرونة المجتمعات لزيادة الأمن الغذائي بالمجتمعات المستهدفة بولاية القضارف. فكونت المنظمة آلياتها الخاصة بالمتابعة والإشراف، والتي ظلت طيلة فترة المشروع في حضور ومتابعة لصيقة لهذه المجتمعات والجمعيات، تذليلا للعقبات وتطويرا للدروس المستفادة من المشروع والفكرة. بقي القول إن محور الإدخار والتسليف قد صاحبه نجاح كبير وصل إلى قمة نتائجه، إسهاما في تخفيف الصدمات المباشرة لنقص الغذاء والاعتماد على النفس في الإنتاج الزراعي، وترقية وتطوير ثقافة الادخار والتسليف، والعمل على تقوية المؤسسات المحلية بأهمية الاستفادة من المشروع في التصدي لنقص الغذاء وتسهيل عمليات الحصول عليه بصورة آمنة وترقية دخل الأفراد والجماعات خدمة لمجتمع الولايات.